انطلقت اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات في نواكشوط أشغال الأيام التشاور تنظمها وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لفائدة الفاعلين الخصوصيين في القطاع الزراعي. وتهدف هذه الأيام التشاورية إلى تبادل الآراء والنقاش حول سبل الكفيلة بتطوير وتنمية الشعب الزراعية وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات المطروحة للقطاع الزراعي. نظرا للدور المحوري الذي تلعبه الزراعة في الأمن الغذائي والتغذية إضافة إلى التحول الاقتصادي وتوفير مصدر العيش الأساسي، تأتي انطلاقة الأيام التشاورية بين الفاعلين العموميين والخصوصيين في القطاع الزراعي. الأيام التشاورية المنظمة من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين تهدف إلى خلق فضاء مفتوح لتدارس وتمحيص ونقاش كافة القضايا المتعلقة تطوير وتحسين ظروف الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع الهام. يشكل القطاع الزراعي ركيزة رئيسية ويكتسي أولوية في برنامج رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعهداتي وفي برنامج أولويات الموسع. وظلت هذه الأهمية سمة غالبة في تصوراتي ورؤى فخامة رئيس الجمهورية الهادفة إلى بلوغ الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الوطني، وتم التأكيد على هذا الاهتمام الكبير من خلال إشراف فخامته المباشر على فعاليات افتتاح الحملة الزراعية 2023. وبتوجيهات سامية من فخامته تتم مواصلة الجهود لتحقيق الأهداف النبيلة لهذا القطاع والعمل على خلق الظروف الملائمة لتثمين وتطوير والرفع من مستوى الإنتاج الزراعي كما ونوعا. وتعمل حكومة معالي الوزير الأول محمد بلال مسعود على ترجمة هذه التوجيهات واقعا معاشا من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية لإنجاز البنى التحتية وتوفير الوسائل والموارد الكفيلة بتحقيق الأهداف المرسومة في السياسات الحكومية استجابة لمطالب وطموحات الساكنة الوطنية. يشهد القطاع الزراعي خلال الآونة الأخيرة ديناميكية جديدة عبر تفعيل وتشجيع مختلف الفاعلين الخصوصيين والعموميين النشطين في القطاع. إن هذه اللقاءات التشاورية بين القطاعين العمومي والخاص تجسد بامتياز إرادة السلطات العمومية في تجسيد رؤية فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي الشيخ الغزواني الهادفة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالاستثمار في القطاعات الأكثر حيوية والاهتمام بمحورية القطاع الزراعي في تحقيق تلك الأهداف لما يوفره من فرص تشغيل كبيرة ولما يمثله من تضمين للموارد المحلية وتأمين لسيادة البلد واستقلاليته. وبدون شك ستشكل هذه اللقاءات بفضل نوعية وتنوع المشاركين مناسبة ثمينة لتبادل واستعراض المكاسب وعرض التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع الزراعي وتدارس السبل الناجعة لتجاوزها فضلا عن اقتراح الحلول للتعاطي مع مختلف الإشكالات. À l'ouverture des journées de concertation sur notre agriculture رئيس الاتحادية الموريتانية للزراعة السيد جا آدم عمار أكد في كلمته بهذه المناسبة أن الأيام التشاورية مع الفاعلين الخصوصيين في القطاع الزراعي تجسد البرهان القاطع على ما تقوم به الحكومة حاليا من جهود معتبرة في مجال النهوض بالزراعة التي تعد رافعة أساسية للتنمية، داعيا في هذا الإطار إلى تقوية عور التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل دعم وتشجيع القطاع الزراعي عبر خلق آليات عملية لزيادة الإنتاج وتوفير وسائل حفظه وتسويقه وحتى تصديره، مشيرا إلى أهمية إنشاء سلطة تنظيم موحدة للنشاط الزراعي يعهد إليها بمراقبة السوق والحد من التأثيرات السلبية للمنافسة غير النزيهة. المشاركون في الأيام التشاورية هذه سيتبادلون الآراء والمقترحات حول السبل الكفيلة بتطوير وتنمية الشعب الزراعية الواعدة وإيجاد الحلول المناسبة للحد من العراقيل التي تعيق تنميتها، إضافة إلى تحديد الظروف الكفيلة بالإقلاع بزراعة الخضروات والقمح والأرز وطرح ومناقشة كافة الإشكالات المرتبطة بالتمويل الزراعي والهيكلة المؤسساتية للقطاع الزراعي، وذلك من أجل الخروج بتوصيات بناءة وعملية تجعل من القطاع الزراعي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وتعزز من محوريته في تحقيق التنمية الشاملة.